واحنا الوقت داخلين على اعظم موسم عبادات السنة كلها، واحنا الوقت داخلين على عشر ذي الحجة التي هي عند الله اعظم من رمضان، وفرائضها عند الله اعظم من فرائض رمضان، ونوافلها عند الله اعظم من نوافل رمضان، واحنا داخلين على هذا الموسم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر، افضل ايام الدنيا الله فضلها، والله يفضل من يعبده فيها على سائر العباد. ولو عايز ربنا يفضلك، ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. لو عايز ربنا يفضلك على غيرك، لو عايز ربنا يلين لك حديد الدنيا ويلين لك صعاب الدنيا، لو عايز تاخد بركة قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني وانا معه حين يذكرني، لو عايز نهاية ربنا، لو عايز شبك لبك احلامك بين ايديك، الرزق الذكر بيزود الرزق، الذكر بيجيب كرامات دنيوية، الذكر بيجيب سعادة وانشراح نفسي، الذكر هو سبب السكينة والبركة والتوفيق والتيسير، الذكر سبب الجنة. لو انت قعدت تذكر الله الملائكة تبدأ تبني قصورك في الجنة، اول ما تتوقف عن الذكر تتوقف الملائكة عن البناء. ذكر الله يفعل لك الاعجيب في الدنيا وفي الاخرة، ذكر الله سبحانه وتعالى. انت الوقت داخل على موسم ذكر الله، عشر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه وعشر ذي الحجة جات، فبيقول لهم احب ايام الله يحب انه يعبد ويذكر ويصلى له ويصام له فيها هي هذه الايام. قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو احنا الوقت بس من المسجد وطلعنا نجهد في سبيل الله في العشر ايام دول، يبقى مش المفروض يا رسول الله ده احب الى الله من احنا نذكره في الايام دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، لا، ذكر الله هو احب عمل الى الله في هذه الايام، ذكر الله احب الى الله في هذه الايام من الجهاد. ليه؟ لانك انت لو ذكرته في العشر ايام دول هتجاهد في الاثناشر شهر الباقيين، لانك لو قريت قران مواسم العباده دي محطات شحن. اللي يفهم فكر مواسم العباده في الاسلام يفهم ان رمضان 30 يوم عشان تعيش مع المصحف، تخرج منهم 11 شهر مشحون شحنة السنة كلها. عشر ذي الحجة بقى وقت ممناها بعشر تمام ال 40 يوم بتوعك بتوع الموسم التعبدي السنوي. عشر ذي الحجة 10 ايام من اجل العكوف على ذكر الله. لو ال 40 يوم دول صح، ال 325 يوم الباقيين في السنة كلهم هيبقوا صح، هيبقوا انطلاق، هيبقوا شحن، هيبقى ربنا بيديك ويزيدكم قوة الى قوتكم، هتبقى انسان مؤيد بروح من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وايدكم بروح منه. هيبقى عندك روح معنوية جبارة في مواجهة الدنيا والدين والحياة والمشاكل، هتبقى عايش بمدد من الله، هتبقى بتواجه الحياة بقوته مش بضعفك، بقدرته مش بعجزك، بعلمه مش بجهلك، بغناه مش بفقرك، هتبقى بتواجه الحياة بقوانين تانية وبسنن تانية لو انت عشت مواسم العبادة صح. احنا داخلين على الموسم الكبير اللي هو اعظم عند الله من رمضان كما قال العلماء، وهو عشر ذي الحجة. قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا، استنوا بقى، في صفقة بس واحدة هي اللي اعظم عند ربنا من صفقة الذكر في عشر ذي الحجة، الا رجل خرج بنفسه وماله مش راجع فلم يرجع من ذلك بشيء. هي دي اعلى صفقة مع الله، اعلى صفقة في حياتك تتاجر فيها مع الله، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تاني صفقة الذكر في عشر ذي الحجة. يبقى عشر ذي الحجة هي تاني اعظم صفقة في حياتك في علاقتك بالله، ان تذكر الله وان تعكف على ذكر الله في عشر ذي الحجة. واه لريح العشر، اني لا اجد ريح الجنة دون العشر. زي سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه لما فاتوا الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، فتحصر بقى ما كانش عارف انه جهاد، كان بيحسب ان النبي عليه الصلاه والسلام خارج ولن يكون جهاد، فتحصر ان فاته المشهد مع النبي، زعل ان هو ما كانش موجود عشان ينصر دين الله، زعل ان هو الاسلام يشهد مشهد هو مش موجود فيه.
كم مرة الدين محتاجك الوقت وانت مش موجود؟ كم مرة الدعوة الى الله محتاجك وانت مش موجود؟ وانت ودن من طين وودن من عجين، ولا كأن هموم الدين همومك، ولا كأن مشاكل الاسلام مشاكلك. اين الانتماء لدين الله؟ فقال انس بن النضر: لئن ادركت مشهدا اخر، لئن ادركت مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. تقدر تقولها: لئن ادركت العشر ليرين الله ما اصنع. الموضوع عايز استعداد. احنا لسنا 15 يوم على 10 ذي الحجة. ذكر ربنا هو اصعب عبادة، اسهل عبادة جسديا، تحريك اللسان اسهل عبادة جسديا، ولكن اصعب عبادة قلبيا. انزل في الشارع، امشي ما بين الناس وشوف كده البنت دي وهي ماشية مع البنت دي، حط ودنك كده، ده قال لي، عمل لي، اتصلت به، اتصل لي، كلمته، بعت لي، شوف الولد ده والولد ده ماشيين مع بعض كده، حط ودنك كده، قالت لي، رحت لها، عمل، اركب في ميكروباص كده وشوف كده الناس بتتكلم عن ايه. مين قاعد على الكافيه وبيتكلم عن ربنا؟ مين قاعد في وسيله مواصلاته وبيتكلم عن ربنا؟ مين ماشي في الشارع وبيتكلم عن ربنا؟ الناس كل كلامها قاعده تذكر الدنيا ومشاكلها واحلامها وطموحاتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها. مين ماشي بيذكر الله؟ مين ماشي بيفكر في جلال الله سبحانه وتعالى؟ نادر. النادر ده الابن اللي في الغربة، اللي الناس بعتين لابوه يقولوا له: ابنك على طول في سيرتك، ابنك ليل نهار في سيرتك، ابنك الصبح بيتكلم عنك، بالليل بيتكلم عنك، بيصحى بيتكلم عنك، بينام بيتكلم عنك. الاب يعمل ايه لو الملائكة طالع ربنا بالصحائف وربنا يعلم كل شيء؟ بتقول له: عبدك على طول في سيرتك، عبدك على طول ما بين تسبيح واستغفار وحوقلة وتهليل وحمد وتكبير، عبدك على طول في سيرتك. يبقى انت عند ربنا ايه؟ ربنا يحبك قد ايه؟ ربنا يتولاك قد ايه؟ ربنا يسبغ عليك من معيته قد ايه؟ ربنا يدني عليك من كنفه قد ايه؟ ربنا يتولى امرك قد ايه؟ ربنا يرفعك ويشبرك ويغفر ليك ويرحمك ويرزقك ويعافيك قد ايه؟ لو انت من اهل ذكر الله سبحانه وتعالى، جه الموسم اللي احنا هنتدرب في الدورة التربوية السنوية المكثفة في التدريب على ذكر الله، 10 ايام ربنا عاملهم في السنة عشان عبادة واحدة الذكر، عشان التدريب على الذكر. الموضوع سهل، ده فضيحة. تعالى كده اقعد مع نفسك ساعتين في الجامعة كده، قول انا هقعد جلسة الضحى كده، يعني مثلا زي جلسة الضحى بتاعت ابن تيمية اللي كان بيقعد من الفجر للساعة 10 الصبح كده. جرب كده تعملها مرة، جرب مرة. انا مش هقولك اعمل سنة التأويب بقى يا شبال وقوبي، اقعد من الفجر للمغرب سبح ربنا كده يوم وشوف، ولا هقولك اعمل زي السيدة جويرية لما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام سبح ورايح يصلي الفجر فرجع حين انتصف النهار، يعني قبل الظهر، فوجدها ما زالت تذكر الله، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قاعده تذكر الله من الفجر للظهر. ولا هقول لك يا عم اقعد جلسه الضحى العاديه اللي هي بتخلص الساعه 5 و7 دقائق دي الشروق، واقول لك بعدها ربع ساعه ولا حاجه. حاول، شوف، جرب قلبك كده، حاول كده انك تقعد لستة الصبح كده، ولا 7 الصبح يوم جمعه زي ده، ولا النهارده تقعد من العصر للمغرب كده تذكر الله. هتتصدم، هتتصدم ان دماغك في الشرق والغرب، هتتصدم ان انت قلبك مش قادر خلاص، ما عادش جوه قلبك مشاعر تكمل فكر بعد نص ساعه، هتتصدم انك مش حاسس، هتتصدم انك انت زهقان، هتتصدم انك بدات تتاول. هو في ايه؟ انت مش متدرب على الذكر. عشان كده المفروض الوقت في ال 15 يوم اللي جايين دول كل يوم تعمل ليك ورد ذكر، كل يوم تقعد جلسه الضحى وتتدرب على ذكر الله وتعيش مع ذكر الله. تقدر انك انت بقى تسمع دروس عن اسماء الله الحسنى، يا سلام، عم جوجل بدل ما بتدور كل يوم على اسعار الدولار النهارده كام، ومراتك بتدور على طريقه عمل الطبخه الفلانيه ايه، وانت بتدور على نتيجه الثانويه العامه ايه، ادخل يا عم جوجل مره يا عم ودور، اكتب اسماء الله الحسنى واسمع عن الله اللي انت المفروض تعكف 10 ايام على ذكره في 10 ذي الحجه. استعد، استعد، ولو ارادوا العشره لاعدوا لها.